العالم على نغمات النشيدين الوطنيين المغربي والروسي في مستهل مراسيم استقبال جلالة الملك بعاصمة روسيا الاتحادية التي يزورها جلالته رسميا للمرة الثانية منذ اعتلائه العرش. يستعرض جلالة الملك تشكيلة من الوحدات العسكرية الروسية، ويرافق جلالة الملك في هذه الزيارة وفد رسمي هام يضم على الخصوص مستشاري جلالة الملك السيدان الطيب الفاسي الفهري وفؤاد عالي الهمة، كما يضم الوفد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، ووزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز خنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز رباح، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد عبد القادر عمارة. ووفقا لبيان صدر عن الكرملين، فإن قائدي الدولتين سيبحثان القضايا الملحة للتعاون الروسي المغربي، والموضوع ذو الأهمية توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك مجال الطاقة والتعاون الزراعي، كما سيتطرقان إلى القضايا الدولية مع التركيز على الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وزيارة جلالة الملك لروسيا تكتسي أهمية كبيرة على اعتبار أنها ستعطي زخما جديدا للشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد القائمة بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية. تقدم للسلام على صاحب الجلالة ضمن هذه المراسيم سفير روسيا المعتمد بالرباط السيد فاليري فوروييف، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإفريقية المعتمدة بموسكو، وأعضاء سفارة المملكة المغربية بموسكو، وممثل الجالية المغربية المقيمة بروسيا. مستوى متميز وصلت إليه العلاقات المغربية الروسية، والتي تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو مرشح لمزيد من التطور بفضل الإرادة القوية والراسخة لقيادتي البلدين، واللذين تحظوهما الرغبة في استثمار كل المؤهلات المتوفرة. زيارة جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى موسكو عام 2002 احتلت موقعا متميزا في تاريخ العلاقات الروسية المغربية. وخلال مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين تم التوقيع على بيان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية والمملكة المغربية. ومن جانبه قام الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى المغرب في سبتمبر عام 2006، تم خلال التوقيع على مجموعة من وثائق التعاون في مجالات مختلفة. والعلاقات المغربية الروسية على المستوى الاقتصادي والتجاري شهدت مؤخرا طفرة نوعية، حيث شكلت محطة بارزة في استثمار التعاون الثنائي بين البلدين وتوطيده على جميع المستويات. وتعد روسيا أحد أهم شركاء المغرب في المجال التجاري، إذ يبلغ حجم المبادلات التجارية الثنائية 2.5 مليار دولار، مما يجعل المغرب الشريكة الثانية لروسيا في إفريقيا والعالم العربي منذ سنة 1998.
وتحتل روسيا المركز الثاني بعد الاتحاد الأوروبي بين مستهلك المنتجات الزراعية المغربية. وفضلا عن العمل المضطرد على تطوير آليات التعاون المشترك والذي شمل مجالات جديدة كالطاقة والغاز والطاقات المتجددة والتكنولوجيا، فإن المغرب وروسيا عاقدان العزم على تعزيز وتقوية شراكاتهما الاقتصادية.